السلام عليكم ورحمه الله، واهلا بكم في حلقه اخرى من حلقات الكترونيك سيركتس اند ديزاينز ECD. في الحلقه دي هنتحدث عن ايساكي اوسيليتر، هنفهم مع بعض ازاي الدايره دي بتشتغل، وهنعملها مع بعض على البريد بورد وناخد القرارات بتاعتنا. دايره الاوسيليتر دي متسميه على اسم ليو ايساكي، وده عالم الفيزياء الشهير اللي اكتشف ظاهره الكوانتم تانلينج واللي اخذ عليها النوبل برايز في الفيزياء سنه 73. وظاهره الكوانتم تانلينج في الكوانتم ميكانكس ليها دور برضو في تفسير اللي بيحصل في الدايره بتاعتنا دي، وبشكل عام الكوانتم ميكانكس ليها دور برضو في تفسير الظاهره الكوندكشن اللي بتحصل في السيمي كوندكتورز. السيمي كوندكتورز عشان تكوندكت وتمرر كرنت لازم ندي الالكترونز شويه انرجي عشان نتغلب على البوتنشال بارير، وبعد ما نعدي البوتنشال بارير ممكن يحصل عمليه كوندكشن، ولكن مش دايما ده بيحصل. تحت ظروف معينه ممكن فعلا الالكترونز تخترق البوتنشال بارير ويحصل كوندكشن من غير ما نديها انرجي. تمام، الظاهره دي بتسمى الكوانتم تانلينج، واللي بيفسرها هي الكوانتم ميكانكس، وده الكلام اللي اكتشفه العالم ليو ايساكي. في السيمي كوندكتورز بشكل عام بيحصل فيها الكلام ده، وكذلك التانل لايتز والترانزستورز. خلينا نبص مع بعض على الترانزستورز اللي هي البي جي تي ام بي ان. تمام، الترانزستور بي جي تي ام بي ان بتكون ليه كاركترستكس دي، ودي زي ما احنا بنشوفها في الكتاب، في كل كتب الالكترونكس اعتقد كل الناس شافت نفس الكيرفات دي، الكيرفات بتاعت علاقه الفي سي اي مع التيار اللي بيمر فيه الكوليكتور. الحته دي من الكيرف بنسميها ساتوريشن ريجن. تمام، الحته دي هي الكات اوف اللي ما فيش فيها كوندكشن، الحته دي هي لينير ريجن، وحته البريك داون دي دايما كانوا بينصحونا ان احنا ما نوصلش ليها. دي بتحصل عند مين؟ دي بتحصل لما يكون في سي اي في حدود من 30 ل 40 فولت. تمام، ما كناش بنوصل للحته دي، احنا كنا عاده بنلعب في حته اللينير ريجن دي عشان نعمل امبليفاير باستخدام الترانزستور، او بنشغل الترانزستور كمفتاح الكتروني، يا اما اون في الساتوريشن يا اما اوف في الكات اوف. تمام، دي الحته اللي احنا كنا بنشغل فيها الترانزستور. حتى برضو لو سبت كتاب الالكترونكس ورحت تشوف ترانزستور من الحياة العملية، زي مثلا الترانزستور ده اللي هنشتغل بيه النهاردة 2N3904، الترانزستور ده لو بصيت في الكيرفات بتاعته اللي عندك في الداتا شيت برضو، دي الكيرفات بتاعت الكوليكتور كارنت مع الفولتج، وطبعا مش بتكون دايما مرسومة بنفس الطريقة اللي في الكتاب، ولكن خلينا مع الطريقة العادية اللي رسم الكيرفات بتاعت الترانزستور كاركترستكس. فالشيء اللي كل الناس عارفاه لحد النقطة دي هو ان كل الوظائف اللي بيقوم بها الترانزستور سواء كان مفتاح الكتروني اوف او اون، تمام، او امبليفاير في اللينير ريجن، الكلام ده كله بيحصل في الفورورد كاركترستكس، ولكن الترانزستور ممكن يكون ليه ريفرس كاركترستكس، ممكن يشتغل في الريفرس. تمام، هو ده اللي هيحصل في الدايره بتاعتنا دي. لو حبيت تشوف الريفرس كاركترستكس للترانزستور هتكتشف ان هي بالشكل ده. نعمل مع بعض ريفرس بايزنج للترانزستور بتاعنا ونخليه يشتغل في ريفرس ريجن. في ريفرس ريجن ده شكل الكاركترستكس بتاعته، هيوصل لحد فولتج معين عند الفولتج ده اللي هو البريك داون الريفرس، عند الفي بي الفولت بتاع البريك داون الريفرس او بي ار مثلا، ده هيحصل فيه كوندكشن. يعني لو عملت ريفرس بايزنج للترانزستور لحد فولتج معين ساعتها هيحصل كوندكشن، وده شيء مش متوقع ومش معروف، حتى برضو مش من ضمن الكاركترستكس بتاعت الترانزستورز المتعارف عليها سواء في كتب الالكترونكس او في الداتا شيتس بتاعت الترانزستورز. فخلينا نشوف السيركت دياجرام بتاع الايساكي اوسيليتور. ده شكل الدايره بتاعتنا، هنا الفي انبوت ده الانبوت فولتج اللي احنا هنديه للترانزستور. تمام، هنشحن بيه مقاومه مكثف، دي دايره كاباستور تشارجنج عاديه خالص، والتايم كونستانت بتاعها بيتم تحديده عن طريق الار والسي. تمام، فهيفضل الفولت على عند النود دي عند الطرف المكثف هيفضل يزيد 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 طول ما المكثف عمال يشحن. تمام، فالفولتج على المكثف عمال يزيد 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 لحد ما يوصل لنقطه معينه. عدى النقطه دي يا شباب هي دي نقطه البريك داون. عند البريك داون الترانزستور هيكوندكت، لما يكوندكت شايفين البايزنج بتاعه الريفرس ازاي، ده الاميتر وده الكوليكتور، والبيز طايره في الهواء، مش هنوصل بيز، احنا هنعمل ريفرس بايزنج للترانزستور. فده شيء يعتبر غريب، الترانزستور مش معمول عشان يستخدم بالشكل ده، ولكن خلينا نكمل مع بعض. وصلنا الفولتج هنا وصل للنقطه اللي بيحصل عندها بريك داون للترانزستور، فهيكوندكت هيكوندكت، فكل الشحنه اللي كانت متخزنه على الترانزستور دي هيحصل ليها دامبنج في الليد، فهيتم تفريغ مباشره في الليد دي، فالفولتج اللي على المكثف هيروح ايه، ينزل مره واحده. تمام، طبعا مش لحظيا، يعني هيتم التفريغ حسب قيمه المقاومه اللي مع الليد دي. تمام، بعد التفريغ ده هيبدا يشحن تاني لحد ما الفولت تاني يوصل لنفس نقطه البريك داون، وهكذا. ففي اوسيليشن يحصل، لو حبيت تشوف الاوسيليشن ممكن تشوفها من على الليد دي. تمام، شكل الاوتبوت ناحيه الليد هيكون بالشكل ده، هتاخد البروب بتاعك بتاع الاوسيلوسكوب وتوصل على النود دي، وهتكتشف ان الاوسيليشن عباره عن بلصات ورا بعض بالشكل ده، بلصات سريعه، واللي بيتحكم في الفريكونسي بتاع البلصات دي هو زمن الشحن والتفريغ بتاع المكثف ده. ولكن طبعا تاخد بالك ان الفولتج اللي هتشتغل عنده الدايره دي هيكون مختلف شويه، احنا عايزين نعمل بريك داون للترانزستور، فالفي بي ده دايما بيكون قيمه مش صغيره، هيكون في حدود مثلا 12 فولت، فانت تحاول توصل 12 فولت من 12 ل 20 فولت، وتكتشف القيمه دي هتكون عند في حدود كام كده.
فهي دي القيمة اللي انا هستخدمها في الدائرة بتاعتي. ال VN ده هخليه 20 فولت، والترانزستور بتاعي ده ممكن يكون اي NPN ترانزستور، ولكن ده الاسم اللي انا هقوم باستخدامه 2N3904. وقيمة ال R اللي هي المقاومة اللي مع المكثف دي هخليها 100 كيلو، وقيمة المكثف سي هتكون 22 مايكرو فاراد. تاني يا شباب هنعود تاني برضو للميكانيكس اللي بتشتغل بيها الدائرة دي. هنا هنحط الهاي فولتج بتاعنا 20 فولت مثلا، تمام، والمكثف والمقاومه دي هيقوموا بالشحن. المقاومه هتحدد السرعه اللي هيشحن بيها المكثف لحد ما يوصل للفولتج اللي هيحصل عنده بريك داون، تمام. فانت كنت عمال تزيد 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 لحد ما توصل للفولت المعين ده، ساعتها الترانزستور هيحصل فيه بريك داون، هاي كوندكت. لما يكوندكت كل الشحنه اللي كانت مخزنه بداخل الكباستور ده هيتم تفريغها في الليد دي، فالليد ده هتروح عامله فلاش بسرعه، تمام. ساعتها هيحصل ايه؟ ساعتها الشحنه اللي كانت هنا دي لما تطير وتنزل في الجراوند كده خلاص قيمه الفولت اللي على المكثف دي هتنزل لحظيا، فهيبدا يشحن تاني لحد ما يوصل تاني لنفس القيمه، وهكذا وهيحصل الاوسيليشن. ودي الطريقه اللي بيحصل بيها اوسيليشن في الدائره بتاعتنا دي. وخلونا نروح مع بعض على البريد بورد ونوصل الدائره بتاعتنا بشكل عملي ونشغلها. دي الدائره بتاعتنا على البريد بورد، ولكن مبدئيا خلونا نشوف ايه التوصيله بتاعه الترانزستور، تمام. دي البنز بتاع الترانزستور 1 2 3 لو بصين عليه بالشكل ده. فبالتالي رقم 1 عندك دي اللي هي الاميتر، والتلاته دي اللي هي الكوليكتور، واتنين دي اللي هي البيز. واحنا الدايره بتاعتنا دي مش هنوصل فيها البيز اصلا، احنا مش بنعمل بايزنج عادي للترانزستور، احنا بنعمل ليه ريفرس بايز. فزي ما احنا شايفين البيز بتاع الترانزستور اللي هي البن اللي في النص دي ما تمش توصيلها باي شيء، والبن دي اللي هي الاميتر، الاميتر متوصل بالار والسي، ادي المكثف هو متوصل على نفس البن بالجراوند، تمام. والبن الثانيه دي بتاعت المقاومه دي هيتم توصيلها بالانبوت فولتج، كويس. الاوتبوت هيطلع منين؟ الاوتبوت هيطلع من الكوليكتور، من الكوليكتور هياخد على الليد دي، ومن الليد تاني للجراوند. الجراوند ده عشان البروب بتاع الاوسيلوسكوب، وهعمل بروبنج بالبروبس بتاعه الاوسيلوسكوب دي على اتنين بنز عندي. اول واحده فيهم اللي هي الاوتبوت بتاعه الليد، تمام، والجراوند بتاعها. البروب التاني من الاوسيلوسكوب هيتوصل على البن بتاعه المكثف، هشوف الشحن والتفريغ بتاع المكثف، تمام، والجراوند بتاعها برده يتوصل بالجراوند. وصلت البروبس بتاعه الاوسيلوسكوب على الدائره بتاعتي، فاضل ان انا اديها باور. فزي ما احنا شايفين اهو دايره الاوسيليتور شغاله معانا بشكل صحيح، ادي الدائره بتاعتي شغاله، والاوتبوت اللي طالع من الكاباستور ده اللي هو الشحن والتفريغ رايح على البروب ده اللي هو رقم 3 اللي باللون اللبني عندي على الاوسيلوسكوب، والشانل الثانيه اللي هي دي اللي طالعه من الليد، تمام. ده الاوتبوت اللي بيطلع على الليد. الاوتبوت اللي طالع على الليد دايما لو لحد في لحظه معينه بيطلع هاي مره واحده شورت بولس وبعدين بينزل تاني لو، تمام. اما اللي من فوق ده الشحن والتفريغ بتاع المكثف. طبعا بتشوف القيمه اللو كام والفولت والهاي فولتج كام اللي بيحصل عنده التفريغ، وبالتالي باستخدام الجنرال ايكويشن بتاع الشحن والتفريغ للمكثف ممكن تتحكم في الفريكوانسي بتاعه الشحن والتفريغ دي عن طريق تغيير قيمه المقاومه ار اللي هي دي. والى هنا تنتهي هذه الحلقه، والسلام عليكم ورحمه الله.